بعد ساعات الدنيا كلها بين ايديك وتحت رجليك يا رب. انا امل ودي قناتي. لو اول مره تشوفي القناه يا ريت بسرعه تنزلي تشرفيني وتنوريني تشتركي في القناه لان شرف ليا وجودك معايا. ما تنسيش تفعلي لي زرار الجرس من كل كمان تضغطي لايك بايديك الحلوه دي. يوم جديد وروتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدا الروتين كالعاده ننزل نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اول حاجه كده روتيني بادئ يا بنات من بعد العشاء. صليت العشاء كده ودخلت قلت بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عايزين ناكل كيك والشتا طبعا عايز كيك وعايز الحاجات الحلوه دي يعني الحاجات اللي شغلها الفرن كتير القرص والكيك والحاجات المعجنات الجميله دي. تمام فقلت بقى ايه قبل ما ابدا الروتين اللي في اوضه الاطفال هخش اعمل كيكه كده على السريع. وبما ان الكيكه بتقعد فتره يعني فهخش بقى يعني بعدها ادخل على اوضه الاطفال اخلص اللي ورايا وبعد كده ناكل الكيك بالشاي والكلام ده. تمام فتابعي معايا الفيديو بجد هيعجبك جدا. والفيديو النهارده جميل جدا يا بنات. اتمنى ان انتوا تحطوا لايك وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه. وتعالوا نشوف المقادير ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين انا عندي بيض وكيك شيف والمكونات كلها. اول حاجه بقى ايه قبل ما نعمل المكونات كل حاجه يا بنات هتحطيها بدرجه حراره الغرفه عشان الكيك يطلع معاكي ناجح بجد. هتحطي كل حاجه كده في قلب المطبخ وتبداي مش تطلعي من الثلاجه على طول وتبداي في الحاجه لا غلط وده بيهبط الكيك. ثانيا زي ما انتوا شايفين عشان الكيك يطلع معاكي نظيف يعني يطلع معاكي عالي كده وحلو هننخل مره واثنين وثلاثه. لو انت دقيقك نظيف زي الدقيق اللي انا جايباه يعني واللي انا بستخدمه في المعجنات هتنخليه مره واحده. زي ما انتوا شايفين كده انا عندي الزيت وعندي 3 بيضات وعندي زبادي وعندي لبن وعندي سكر وعندي كيك شيف وعندي بيكنج باودر وعندي الخل والسكر طبعا زي ما انتوا شايفين. تمام والفانيليا وكده. اول حاجه بقى زي ما انتوا شايفين انا هحط كل المكونات الجافه مع بعض. انا نخلت الدقيق كويس ونزلت عليه برشه من الملح وهبتدي احط نص كيك شيف على 3 كوبايات على 3 كوبايات دقيق يعني 3 كوبايات الا ربع دقيق او 2.5 بالظبط يعني بالظبط 2.5 كوبايه دقيق. تمام هحط كل المكونات الجافه على بعضها. انا بقول 2.5 يا بنات لان انا ما كنتش ماليه كوبايه الدقيق في المره الثانيه وانا بعملها يعني اول مره كنت يعني الكوبايه كانت مليانه ثاني مره ما كانتش مليانه فانا اخدت بقى قلت ان هما 2.5 كوبايه دقيق. تمام دي المقادير المظبوطه اللي انتوا هتشوفوا الصينيه اللي هي اللي بتبقى في 3 صواني بيبقوا مع بعض كده انا واخده الصينيه اللي في النص وعامله فيها. انا مش عارفه مقاسها بصراحه بس هتشوفوها دلوقتي. طبعا اي عروسه بتجيب الثلاث صواني دول وبالذات الالومنيا يعني بنجيب 3 صواني كده سواء المدورين او المربعين او المستطيله يعني انا اللي عندي مستطيله. تمام زي ما انتم شايفين كده انا حطيت المكونات الجافه مع بعض حطيت الكيك شيف وحطيت بيكنج باودر. طب بتحطي بيكنج باودر ليه؟ انا بحب احطه يا بنات كده. حطيت معلقه منه وحطيت رشه الملح وقلبت كل المكونات مع بعض. هاجي بقى هنا في الخلاط في الشفشق بتاعي هبتدي احط الثلاث بيضات والسكر وكمان الزيت ومعاه الخل والفانيليا وهحط يجي معلقتين لبن كده عشان الخليط يبقى معايا حلو وكوبايه الزبادي بجد تحفه. انت بقى لو حابه تعمليه بالبرتقال مفيش مشكله انا بحبها بالحليب كده وبالزبادي بتبقى حلوه قوي. انا حطيت كل بتاعه الفانيليا وبجد كانت طعمه كان ريحتها تحفه يا بنات يعني بجد اول مره اعمل الكيكه يعني اول مره اعمل الكيكه بثلاث بيضات. انا كل مره بعملها بس بعملها في الصينيه الصغيره. المره دي جازفت كده وقلت هعملها في الصينيه الكبيره وعملها يعني هشوفها تطلع معايا ايه. بجد طلعت معايا جميله. طبعا دول مع 3 معالق لبن زي ما انتم شايفين كده وحطيت هنا كل المكونات عندي بالزبادي وكله
طبعا انا حاطه كوبايه ومعلقتين سكر بالظبط، كوبايه ومعلقتين سكر، والزيت كوبايه زيت ومعلقتين. يعني خليكم شايفين الحاجه اللي يعني خليكم سامعين الحاجه اللي انا بقولها، وامشوا على المقادير مظبوط، بجد هتطلع لكم كيكه تحفه، كيكه ريحتها حلوه، ما فيهاش ريحه زفاره، ما فيهاش ريحه اي حاجه. بصوا حاجه كل اللي دقها قال لي وهم، عامله بصوا النايتي كده يا بنات، هي عامله زي النايتي بالظبط من حلاوتها، هتبقى عايزه تاكلي كده كميه منها. بتبقى حاجه حلوه قوي ان انت تعملي حاجه في البيت وتطلع حلوه وكل شكر فيها، فدي حاجه جميله. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا عملتها في الخلاط، انا عندي المضرب الكهرباء بالعجان بتاعه، بس انا مش يعني ايه، قلت الحاجه المتوفره في اي بيت مصري الخلاط، وطبعا كله متوفر في البيوت كلها الخلاط، فانا هعملها في الخلاط بما انه بيبقى موجود عند الناس كلها وكده. يعني ما حبيتش ان انا اعمل حاجه مثلا ايه ما تكونش موجوده عند الناس، ممكن في ناس كتير مش عندها مضرب الكهرباء او كده. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا كست بيت مصريه اصيله لازم اعمل الحركه دي، كلنا بنعملها، كل امهاتنا بتعمل الحركه دي، لازم نجيب كل حاجه في الخلاط، يعني ننزل كل حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الخليط كله على الدقيق، وهبتدي اقلب كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين، وهجيب المضرب اليدوي اعمله، طبعا هيتكسر مني مش مشكله، هنجيب واحد على رمضان وباذن الله كل حاجه بتتحل، وباذن الله بقى ما عادش حاجه عن رمضان، ربنا يرى، اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم صحتنا وعافيتنا، اللهم امين، ويا رب كده دايما محققين كل اللي بنتمناه، كل نفسه في حاجه يحققها، وكل نفسه في اللي نفسه في ان هو الذريه الصالحه ربنا يديها له، واللي نفسه يعني يوصل لحاجه في شغله او كده ربنا يديها له، بجد ربنا يدينا، وربنا يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب العالمين، وينجح كل اولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده انا طبعا لازم اعمل الحركه دي، جبت الصينيه دي، صينيه بنات، وهي عملتها بالزيت، وبعد كده بعمل بالدقيق، برشها بالدقيق كده، وزي ما انتم شايفين وهبتدي اعمل الخليط. شايفين الخليط نزل عامل ازاي؟ بجد ريحته تحفه، واو. لازم بقى تعملي الحركه اللي انا عاملها دي، تخبطيها مرتين كده في قلب الرخامه زي ما انتم شايفين كده، عشان كل حاجه تتوزع في مكانها، والمكان يعني ما يعلاش عن مكان. طبعا دخلتها الفرن، اول ما دخلتها الفرن بقى كده زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى ان انا اعمل ايه، طبعا زي ما انتم شايفين كده دخلت اوضه الاطفال، وهي صراحة انا كنت مرتباها ومظبطاها، مفيش اي حاجه، مفيش بس غير ان انا هطبق البطانيه دي واحطها في مكانها. طبعا انا شمستها، انا كنت مطلعاها ليوم واحد بس، يعني وكده كان والدتي عندي وكده في اليوم ده وطلعتها. تمام، بعد كده بقى هبتدي ايه اطبقها كده واظبطها. انا شمستها بنات، وكنت غسلها اساسا، يعني انا ما احنا السنه دي ما دخلناش اوضه الاطفال، انا بدخل بس اروقها اكوي فيها الكلام ده كله، لان انا حاطه ترابيزه المكوى وحاطه كل حاجه فيها والمكنسه وكده، فما يعني ما بدخلها بس للترويق وكده. تمام، زي ما انتم شايفين كده بدأت بقى ايه اطبقها كده واحطها في مكانها، وطبعا البطانية دي تقيلة جدا جدا، دي بتاعت الاطفال وكده، بتاعت الاوضة دي يعني، فتقيلة جدا جدا بجد، حاجة المجد دي تجيبها وانت مغمضة. انا بنصح اي عروسة تجيب حاجة المجد، انا كل مفروشاتي حاجة المجد، بجد حاجة تحفة جدا، وحاجة تقيلة وحاجة قيمة عن البطاطين التانية، وبجد بطانية كده اصيلة يعني. تمام، يعني هي بتكفي وتوفي في الشتاء بمعنى اصح. زي ما انتم شايفين كده طبقتها كده وحطيتها في الحاجه بتاعتها في الشنطه بتاعتها، وهسيبها كده على جنب باذن الله جوزي كده ايه يحطها لي على فوق الدولاب، لان مفيش يعني مفيش مكان جوه الدولاب. زي ما انتم شايفين كده الحاجه دي حاجه المروحه والدفايه، طبعا مطلعينها اليومين دول لان انتم عارفين الجو مش مستقر والجو مش حلو خالص هنا، طبعا الكراتين والحفاظات والحاجات دي كلها بتاعت الفرن الكهرباء، يعني بصوا حاجات كتير، فانا مظبطاها كده على الضلفه دي، والضلفه الثانيه طبعا مفروشات الاطفال كلها محطوطه فيها اللي هي الملايات وكده. جيت هنا كان عندي شويه هدوم صغنطتين كده، فقلت ايه لازم اشجع كده. اهم حاجه لو وصلت معايا في الفيديو على حد هنا ما تبخليش على امل باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس من الكل، عشان يوصل لك مني زغروطه تقول لك بيت امل نزلت فيديو، ويا رب قناتي تعجبكم كده وتنول اعجابكم، اللهم امين يا رب العالمين، ونعمل كل جديد الايام الجايه باذن الله تابعي قناتي كده، وباذن الله هتعجبك. زي ما انتم شايفين كده
إيه انا هنا بقى ايه طبقت الهدوم. يعني بصوا انا بحب اكسب الوقت جدا يا بنات، يعني بحب مثلا ايه ان انا بعمل حاجه في الفرن، لا مش هقف جنبها كده واعمل، لا ورايا غسيل مواعين هقف اغسله، ورايا مثلا حاجه في ببقى عامله الوقت في دماغي دي هتقعد قد كده، يعني يعني مثلا ايه هتقعد مثلا ربع ساعه نص ساعه، لا الربع ساعه دي انا هعملها، هدخل اشوف اللي ورايا واعمله. انا بحب اكسب الوقت جدا، بحب كده ان انا مثلا ايه كل حاجه اعملها واظبطها. وطبعا كده عايزه تنظمي وقتك وتنظمي يومك، تنتظمي في الصلاه، تنتظمي في الصلاه هتلاقي فيه بركه في وقتك والحاجه كده بتخلص معاكي. وبالذات يا بنات النوافل يعني السنن وكده اتبعوهم جدا، والله العظيم حاجه جميله جدا وحاجه حلوه قوي. ربنا يهدينا يا رب ويجعلنا كده عصره المستقيم، اللهم امين يا رب العالمين. بجد حاجه جميله جدا ان انت يعني الصلاه دي تكون حاجه كده شداكي وشغله كل وقتك، بجد كده يبقى ربنا بيحبك والله ان الصلاه شغلتك وكل وقتك، والقران ان انت عايزه تخلص الورد بتاعك ماسكه السبحه على طول. وطبعا بجد السبحه الالكترونيه دي الالكترونيه يعني تحفه جدا يا بنات، وبتساعد كتير يعني ايه بتبقى حلوه كده انت تقعدي. طبعا انا كنت خلصت الهدوم خالص وطبقتها كده، وهروح اوديها بقى ايه الاوضه الكبيره وهبتدي هنا ايه انضف السرير واظبطه كده. تمام، نرجع لموضوعنا بقى التسبيح. طبعا السبحه طول ما انت قاعده مثلا فاضيه ماسكه التليفون استغفري، الورد بتاعك ما تشيلوهوش. يعني بصوا بجد يا بنات حاجه كده خلوها، ربنا يعني ربنا يحمينا ويحفظنا ويرزقنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويدينا كل اللي بنتمناه. احنا بنتمنى بس ان ربنا يرزقنا كل اللي بنتمناه، يدينا سعاده الدنيا والاخره اللهم امين يا رب العالمين كده، ويهدينا ليه. احنا عايزين بس ربنا يهدينا ويسترها معانا ويدينا راحه البال، اكتر من كده مش عاوزين. احنا عاوزين بس طمعانين في كرم ربنا، وكرمه واسع ودايما كده ما ننساش ذكر الله، وما ننساش بجد اللي نفسه في اي حاجه دايما يقول كريم رسول الله والله اكرمه، فهل فقيرا بين الكريمين يحرمه. طبعا ربنا كريم، الرسول كريم وربنا اكرم، فطبعا ربنا مش هي يعني احنا كنا عايزين حاجه وربنا مش هيديها لنا، اكيد بيأخرها لسبب معين بس في الاخر هيديها لنا. ولو ما فيهاش خير ليكي، يعني انت مثلا الحاجه دي مش فيها خير ليكي، ادعي يا ربنا ان يكون فيها خير ليكي وتاخديها. فيا رب يدينا كل اللي بنتمناه اللهم امين، ويحفظنا ورعانا ودايما كده يعني عامرين بذكره وشكره وحسن عبادته اللهم امين يا رب العالمين. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا خلصت هنا السرير وظبطته كده. طبعا هنا المخده دي الثانيه، يعني المخده الثانيه الصغيره دي طبعا محطوطه في الانتري على طول، لان بنقعد بقى قدام الشاشه وكده في الانتري فسايباه. جيت هنا لمعت برضو الكومود وحطيت عليه اللابتوب زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ايه اعطر الاوضه. طبعا انا كنت كنساها ومظبطاها لان كنت مروقه الشقه قبلها بقى وكده ومظبطه كل حاجه، فكانت بس عايزه الحاجات دي اللي تتعمل، يعني حاجات اللي تتعمل معاك، وكنت ملمعه الدولاب ومظبطه كل حاجه، بس الحاجات دي بس اللي كانت عايزه تتعمل، السرير وتطبيق الهدوم وكده. زي ما انتم شايفين كده لما يعني عملت الاوضه، وزي ما انتم شايفينها كده بصوا جميله جدا، وبجد تبقى حاجه راحه نفسيه كده ان كل حاجه تكون خلصت. طبعا بقى نرجع للمطبخ نشوف بقى الكيكه بتاعتنا الجميله. طبعا هنا كانت لسه في الفرن بس سبتها تهدى شويه، وبعد كده خرجتها وزي ما انتم شايفينها شكلها جميل بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بجد حماتي وحماية يعني يقولوا لي نايتي قلت له بجد، قالوا لي والله نايتي لا، وعالية حلوة قوي كده، وكانت مستوية خالص اديتها وقتها. طبعا احنا بنحطها على 180 بس انا بجد مش بعير في الوقت كده، انا بعمل النار متوسطة كده وخلاص. بعلي النار في الاول وادخلهم النار عالية، وبعد كده هدي بقى من تحت كده من ناحية وبفتح من تحت بس، يعني من تحت الفرن الشواية دي في الاخر خالص، يعني ما بشغلش الشواية غير في الاخر. هنا كنت بوريها لكم قطعتها كده، وكنت بوريها لكم شكلها حلو ازاي، يعني اسفنجية يا بنات ونايتي كده حاجة كده جميلة. طبعا كانت سخنة لسه، وطبعا هنا بقى هبتدي انزل لحماية وحماتي الطبق بتاعهم، وهعمل كوباية شاي ولبن ليا ولجوزي بقى. وهنا اقدر اقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة.